مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، والإقبال المتزايد والكثيف على شاطئ المدينة من طرف ساكنة المدينة، وأيضا زوار عاصمة سوس التي أصبحت قبلة لكل المغاربة في ظل الأجواء التي توفر هذه المدينة من أجواء باردة بعيدا عن لهيب الحرارة المفرطة. لكن اليوم هناك ارتفاع طفيف درجة الحرارة مقارنة مع الأيام السابقة، الشيء الذي أدى إلى هجرة جماعية لساكنة المدينة صوب شاطئ أكادير كما كتشوفوا معنا من خلال هذه المشاهد التي نوثق لكم متابعينا الأوفياء. إقبال كبير جدا حتى أصبحت الرؤية تنعدم بطبيعة الحال بفعل يعني الكم الهائل من الزوار، الشاطئ ممتلئ عن آخره كما كتشوفوا معنا، لا تجد مكانا واحدا شاغرا إلا وبه مظلة أو به كرسي كما كتشوفوا في هذا البث المباشر. إقبال كبير جدا على شاطئ المدينة في ظل الأجواء الحارة نسبيا اليوم، وأيضا تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع التي هي بطبيعة الحال عطلة العديد من الناس لا يشتغلون، العديد من الموظفين وايضا الناس اللي كيشتغلوا في قطاع الوظيفه العموميه وايضا حتى في القطاع الخاص، فاليوم هو يوم عطله، والشيء الذي جعل العديد من الاسر في ظل هذا الارتفاع الطفيف لدرجه الحراره تقبل على شاطئ المدينه بنسبه كبيره جدا مقارنه مع وجهات اخرى. فشاطئ المدينه هو الملاذ الوحيد لاصحاب الدخل المحدود وايضا اصحاب الطبقات الشعبيه في ظل وجود غلاء كبير جدا على مستوى مجموعه من المتنفسات الاخرى التي يمكن ان تعوض الشاطئ او البحر، فأغلبية الأسر ذات الدخل المحدود تحبذ أن تقضي عطلة فصل الصيف على شاطئ المدينة في ظل الأثمنة والأسعار الصاروخية للعديد من المتنفسات والمسابح التي يكون ثمنها غير مناسب للقدرة الشرائية للمواطن البسيط. Thank you.